الساعة تشير إلى 8:30 صباحا بتوقيت الجزائر. هنا مطار هواري بومدين الدولي. كل الأجواء توحي بأنها استثنائية، لأن الحدث إطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة وسان بيترسبورغ الروسية. يعد هذا الافتتاح جزء من برنامج توسيع شبكتنا وتعزيزا لوجودنا الدولي خاصة في آسيا وشرق أوروبا، كما سيساهم في تلبية طلب عملائنا الراغبين في السفر من الجزائر وإلى الجزائر أو العبور عبر مطار الجزائر المحوري إلى مختلف الوجهات التي تعرضها شركتنا. فلهذا يفتخر فريق الخطوط الجوية الجزائرية بافتتاح هذا الخط من وإلى مطار سانت بيترسبورغ بمعدل 3 رحلات أسبوعياً. أشكر الخطوط الجوية الجزائرية للعمل الجبار اللي عملته، لأن في أقل من سنة كانت رحلة واحدة في الأسبوع من الجزائر إلى موسكو، الآن فيه 3 رحلات في الأسبوع، واليوم فتحنا هذا الخط مباشر مع هذا المدينة الجميلة سان بيترسبورغ وثلاث رحلات. دقائق قبل إقلاع طائرة الخطوط الجوية الجزائرية توضع اللمسة الأخيرة على رحلة الجزائر سان بيترسبورغ. يضبط عبرها قائد الطائرة الإحداثيات التقنية للرحلة ويتمنى رحلة ممتعة للمسافرين. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساكم. شركات خطوط الجوية الجزائرية ترحب بكم على متن هذه الطائرة من النوع بوينغ 737-600. كما نعلم حضرتكم أنها أول رحلة مباشرة تربط بين المطار الجزائر هواري بومدين ومطار سان بيترسبورغ روسيا. شكرا. تنطلق الطائرة ورغم طول المسافة، إلا أن الحدث أنسى المسافرين مشقة الرحلة وأجواء الفرحة تملأ المكان. بعد 5 ساعات من الطيران تحط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار بولوكفو بمدينة سان بيترسبورغ. استقبال مميز حظي به ركاب أول رحلة جوية تربط الجزائر العاصمة بمدينة سان بيترسبورغ، عاكسا أهمية الخطوة ومستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. تدشين الخط الجوي الجديد يأتي تنفيذا للمخرجات التاريخية لزيارة الدولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا، والتي تكللت بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات وإعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة، ليشكل خط الجوية الجزائرية نحو أجمل وأكبر مدن روسيا، تجسيدا فعليا وملموسا للرغبة الجزائرية الروسية المتجددة لتوسيع أوجه التعاون وتعميقها بين البلدين. بعد استراتيجي لرحلة جوية تستهدف عبرها الجزائر وروسيا، تشكيل رافد جديد لتعزيز التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي. فيه طموحات لتطوير العلاقات الاقتصادية، في كثير من رجال الأعمال وعانيوا باش يوصلوا إلى الجزائر، الآن نعطيهم المجال باش يكون ممكن يمشيوا للجزائر للاستثمار والعلاقات الاقتصادية. وإلى جانب الرهان الاقتصادي، تعول الجزائر على الخط الجوي الجديد لاستقطاب السياح من ثاني أكبر أسواق السياحة في العالم. أيضا باش ندافعوا على السياحة الجزائرية، كثير من الروس يمشي إلى بعض البلدان، إلى تركيا، إلى مصر، إلى، ولازم أيضا يتعرفوا على الجزائر في عدة أماكن، يعني في الصحراء أو في الجنوب أو في الغرب أو في الشرق. وأيضا فيه بعض مواطنين روسيين يريدون باش يعني يفوتوا على الجزائر لكي يمشيوا إلى أوروبا أو إلى أمريكا.
تحط الجوية الجزائرية في مدينة سان بيترسبورغ مدشنة لعهد جديد في علاقات الجزائر بهذه المدينة التاريخية الزاخرة برموز وأساطير روسيا الحديثة والقديمة. إنها فرصة كبيرة لمسافرين لزيارة الجزائر وتطوير الأعمال ومجال السياحة بين البلدين. الجزائر بوابة للمسافرين الراغبين في زيارة مدن أخرى في مختلف البلدان، لأن الخطوط الجوية الجزائرية لديها شبكة مهمة نحو باقي البلدان. إنها فرصة جيدة لنا ويسعدنا الترحيب بشركات الطيران في مطارنا. وتحتضن المدينة معالم سياحية فارقة بسمعة عالمية على غرار متحف إرميتاج الذي يعد واحدا من أكبر المتاحف في العالم، إلى جانب مسارح شهيرة أسهمت في أحداث طفرة عالمية في الفنون، كما شهدت ميلاد عباقرة الموسيقى الكلاسيكية